هذا وقد صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإضافة مواد جديدة إلى مواد المجموعة الثانية جدول رقم 4 منها جاء فيه المادة الأولى يضاف إلى المجموعة الثانية المؤثرات العقلية جدول رقم 4 والمرفق بالقانون 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المادتان التاليتان البريجابلين والجابابانتين.